السلام عليكم خوتي. هاد لا فيديو بغيت نديرها خصيصا لفريق شبيبه تيارت، فريق لا جي اس ام تي، فريق ولايتي. بون على بالي عندنا ان ماتش تري امبورطون ان شاء الله هذه الجمعه ضد شباب عين تموشنت. الوغ ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق خوتي، ان شاء الله تفرحونا وتربحوا ان شاء الله لو ماتش وتجيبونا لي 3 بوين، وان شاء الله الفرحه كبيره ان شاء الله. هاني ان شاء الله نطلعوا ونعاودوا الفريق ولايه تيارت يعاود يرجع للواجهه باذن الله تعالى. الوغ انا نحييكم، نحيي كامل فريق شبيبه تيارت، كامل اللاعبين، كامل طاقم فريق تيارت اللي راه بيهايند هذا الفريق، يعني وراه يدير ذا هارد وورك تانيك. وتحيه خاصه لمناصري شبيبه تيارت اللي عمي ديبلاسوا مع هذا الفريق، ومن بلا ما ننساو تانيك تحيه الانصار شباب عين تموشنت. وانايا من هذا المنبر اللي راني متمنيها كرياضي، راني متمني ان شاء الله نشوف الروح الرياضيه ما بين اللاعبين وما بين المناصرين. انا ان شاء الله بون هو كل ميور غاني، انا ماذا بيا ان شاء الله ولايتي تربح ولايتي تطلع، ولكن افون تو هذا يقعد ان ماتش دو فوتبول برك، ان شاء الله تكون الروح الرياضيه بيناتنا. راكم تشوفوا حنايا في الملاكمه نضربوا بعضنا والدم يسيل والعنف في الرينج، مي كي نكملوا كش نتسالموا كامل. انايا حلمي ان شاء الله من بعد هذا ان شاء الله هذا المقابله نشوف هذيك الروح الرياضيه. الو تحياتي الكامل للفريق شبيبه تيارت وشباب عين تموشنت. الو انا ان شاء الله تيارتي في الدم، الزرقاء وبيضاء الشبيبه في الدم، ان شاء الله تيارت تجيبها وان شاء الله نفرحوا صغير وكبير باذن الله. تحيه خاصه لكامل المناصرين اللي راهم غادي ان شاء الله يشرفوا هذا الفريق بالحضور، وتحيه للصديق تاعي العزيز قوادريا يوسف. قبيله كان عندي اتصال معاه قال لي جمال انا مهبول على تيارت، مهبول على لاجي سامتي، فان شاء الله احنا قالنا مهبولين على تيارت ومهبولين على لاجي سامتي، وان شاء الله يا ربي طلعها ان شاء الله السنه تاعنا ان شاء الله واحد ما يقلعها. بوم بوم.